لعب يا حبيبي لعب في هذه الأرضية، يعني نقول اليوم مقابلة محلية بين جارين يعني شباب الوجداد والنصر حسين داي، إن شاء الله تكون يعني فيها الروح الرياضية، وإحنا اليوم يعني نحضر المقابلة كما ينبغي، باقي لنا زوج مقابلات، إن شاء الله ناخذ أكبر عدد من النقاط إن شاء الله. الماتش تاع سي ار بي إن شاء الله سي ماتش تري تري امبورتون بور نو، يعني النقاط هذيك ثمينة جدا باش نكونوا في المرتبة الثانية، إن شاء الله يعني حنا نبريبارو إن شاء الله سات سيما إن شاء الله يعني ديورمون سيريوزمون باش نكونوا أجور إن شاء الله الماتش. و لو بوت إن شاء الله كيما قلت لك سي لو بوديوم سي الدوزيام بلاص. لو ديربي كما على بالكم توجور يجي 50-50، مي حنا كلاعبين لازم نكملوا باركور، عندنا 21 ماتش سون ديفات، نظن هذه حاجة مليحة للفريق، راح نكملوا إن شاء الله باش أومون نكملوا لا سيزون إن شاء الله بدون خسارة إن شاء الله. بيان سير دير حساب كيما قلت ثورة راه معنا، وين حنا حنديروا البوسيبل تاعنا باش نربحوا هذه المباراة باش نكملوا في دوزيام بلاس إن شاء الله. السكري سي لو ترافاي تاع تزيري بلال والكوستاف تاعو مسعي ولاسيت، لهم يقوموا بعمل جبار عمل كبير. الحمد لله يا ربي غيست دو ماتش يعني لا فان سيزون وني دوزيام، عندنا كونكورون يعني الثوره اليوم معنا ب 40 بوان، ان شاء الله يا ربي احنا بقى لنا دو ماتش ان شاء الله يا ربي ان شاء الله مينيموم نجيبوا 4 بوان باش نكونوا في المرتبه الثانيه. انا نظن باللي اللاعب مام هو يرتاح ويلقى روحه في كاع الظروف، وما نساوش باللي مام الاداره دارت خدمتها لحد الان الى حد الساعه، انا نظن باللي اللاعب ما خصو والو، كل الظروف مهيئه، مام لو ستاف ما يخصوا والو مع الاداره، واش الحاجه اللي تكون لازم تكون هي متوفره، سي بور سا اللي كيما يقولوا الامور كاع مهيئه باش يكون اللاعب مرتاح وسطاف مرتاح. الجوار امنوا الدقيقه الاخرى، الحمد لله نظن هذا بفضل رب العالمين وفضل اللاعبين، نظن مازال لنا دو ماتش باش نكملوا لا سيزون، نظن رانا في لا بون فوا، لا دوزيام بلاس ميريتي، ان شاء الله نكملوها هكذا، عندنا مقابله جد صعبه مع فريق شباب الوزداد اللي راهي تسنى فينا.